سنوات مضت كان الأهلي يبرم العديد من الصفقات المحلية والأجنبية رغبة في تحقيق كل البطولات بكافة أنواعها، إلا أن هناك هدفا واضحا لكل إدارة أهلاوية وهو تحقيق الدوري الغائب عن خزائن النادي لأكثر من 34 عاما. هذا الهدف يحتاج لمهر كبير إذا ما أرادوا تحقيقه، فإدارة الراقي تعلم جيدا أن بالإخلاص والعمل الجاد تأتي البطولات وأن لا مكان للمستحيل في عملها. منذ تولي الأمير فهد بن خالد رئاسة النادي كان الهدف واضحا ومرسوم وهو تحقيق الدوري بأي طريقة كانت، فكان البناء هو الأساس. فتم التعاقد مع العديد من الأسماء الكبيرة ما بين صفقات محلية وأجنبية، وتعتبر صفقة عمر السومة من أقوى الصفقات الأجنبية في الموسم الماضي، بالإضافة للتعاقد مع المايسترو حسين القهوي الذي أعاد قليلا من ذكريات خالد قهوجي، وإعادة اكتشاف سلمان المؤشر الذي قدم أجمل المستويات، والتعاقد مع المصري محمد عبد الشافي. وبالرغم من أن الأهلي خسر الدوري الموسم الماضي الذي يعتبر من أهم أهدافه، إلا أن الطموح لم يتوقف مع رحيل الأمير فهد بن خالد الذي قدم استقالته ليأتي مساعد الزوهري ليكمل ما تم بناءه ويطعم الفريق بأكثر من عنصر رغبة في تحقيق ذلك الهدف الذي طال انتظاره. فتم التعاقد مع اليوناني فيتفا والبرازيلي ماركي لمساعدة الفريق للسير نحو الهدف المنشود. في يوم الحسم، في يوم تحقيق الحلم، في يوم تحقيق المجد، كان للرباعي الأجنبي كلمة السر، وكان للنجوم المحليين أيضا كلمة سر أخرى، فأبدعوا وأمتعوا وقدموا ملحمة رياضية كبيرة ورسموا لوحة من الإبداع والفن الكروي. فهنيئا لعشاق الراقي بهذه الكوكبة الجميلة والرائعة والقادرة على رسم البهجة في قلوب عشاقهم.